انا بجيب الدقيق واعجنه واقطعه وانشبه واخبزه في الفرن، وعشان نعمل بيه الرقاق اول يوم العيد. بنعصج اللحمه ونبله بشوربه خمس رقاقات تحت، ونحط اللحمه طبقه لحمه وبعدين فوقها طبقه الرقاق. كل سنة بنعمل الرقاق وبنعمل فتة وبنعمله بلحمة مفرومة وبنعمله على جميع الأنواع. ما بنعديش ولا عيد لما نعمل الرقاق والفت، ولا عيد بيعدى لما نعمل الرقاق، عيد الضحية دي. احنا بنغطس، بنحط الرقاق رقاقه فوق رقاقه كده، ونحطها ونعمل الرز ونحطه فوق الرقاق وفوق اللحم الحتت كده، وياكل. بيبقى يوم سعيد علينا، بيبقى يوم سعيد. كلنا بنتجمع في اليوم ده، الغايب واللي بره واللي جوه، وكلنا بنتجمع كلنا على سفره واحده. بنعمل الفتة أول يوم العيد عشان دي عادتنا، كلنا بنتجمع في أول يوم العيد دي عادتنا، نعمل الفتة عشان كده. تعالوا الزهر. ما عادش حبيتها. يا ماما. أنا ما عادش حبيتها. يقول لي روح على مطار.